إثر دخولها موسوعة جينيس بتسجيل رقم قياسي، احتفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم جدة بتسجيلها لأكثر من 70 محاميا ومحامية متطوعين، وذلك لدفاعهم عن قضايا السجناء. نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيئ لهؤلاء المساكين من أبنائنا وبناتنا المسجونين من يدافع عنهم بدون مقابل. عندنا حوالي 72 محامي يدافعون عن قضايا تكلفتها بلغت 20 مليون بدون مقابل، هذا فضل من الله. وجنس ما أعطت الجائزة إلا عن تحري، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لجنة جدة المتميزة. ونبذل جهدنا، والحفل هذا ما هو رمزي، يعني ما هو حفل بس تذكير للناس إن هؤلاء الناس ما قصروا ولازم نشكرهم. أكثر من حوالي 3000 قضية وأكثر كمان، يعني هذه المحسوبة 3000 قضية، ولكن قبل كده كان في قضايا لم تحسب، وبالتالي تم إقحامنا في موسوعة جينيس لأكبر عدد من المتطوعين والمتطوعات من المحاميات في إنجاز القضايا. تقوم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بدعم الأسر وتوفير محامين متطوعين لتقديم الدعم لأهالي السجناء والمسجونين، حيث يعد الاحتفال فخراً وإنجازاً مهماً لخدمة المستفيدين من السجناء وتشجيعاً للمحامين والمتطوعين لبذل كل ما يخدم مصلحة الوطن. ولله الحمد، تراحم جدة تسعى جاهدة لتقديم فرص التطوعية في جدة في شتى المجالات، ومن ضمنها لجنة المحامين. لجنة المحامين التي تضم 76 محامي متطوع، والتي على أساسها نلنا هذه الجائزة، جائزة جينيس للأرقام القياسية. فازت بها لجنة تراحم جدة بالأخص بأكبر عدد لجنة محامين متطوعين في تقديم الخدمات، جميع الخدمات الشتى من سجناء ومفرج عنهم ونزلاء. طبعا الشكر موصول للمستشار أحمد الحمدان على دعمه الدائم للجنة تراحم جدة وتقديمه جميع سبل المساعدة لتقديم أفضل دور لتراحم. احنا نقدم يعني نقدم للسجناء الموجودين في السجون، يعني نترافع عنهم، نقدم لهم مذكرات، اللوائح الاعتراضية، حضور الجلسات، باختصار كذا من الألف إلى الياء، نقوم معهم من أكمل الوجه، من أسئلتهم إلى ومقابلتهم وإلى آخره. طبعاً إحنا في ما يقارب 72 محامي متطوع بنستلم قضايا السجناء خلال سنتين، تم استلام ما يقارب 700 قضية، والحمد لله تم الانتهاء من بعضها والبعض يعني قيد النظر. تسعى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالوقوف إلى جانب السجناء وذويهم للحصول على محاكمة عادلة والحفاظ على حقوقهم أثناء إجراء سير الدعوة القضائية لذوي الدخل المحدود. لقناة إقرأ، شكور السلمي، جدة.